قلقان من الماتش ده من الاول عشان صعب جدا على لعيبه جايه من بطوله افريقيا وصلت لحد النهائي ويعني مع منتخب مصر ولعبت ماتشات كتيره ولعبت دقائق كتيره وتعبوا جدا، صعب جدا يعني يلاقوا طاقه تاني لماتش النهارده، فده بالتالي انعكس علينا الشوط الاول. ما كناش لسه دخلنا في الماتش وبرده حظنا كان وحش، ضيعنا كذا فرصه. الشوط الثاني اللعيبه كان عندها حماس اكتر وقدرنا نخلق فرص كتيره وقدرنا نسجل جولين. طبعا احنا كنا عايزين نكسب الماتش عشان ناخد 3 نقط عشان ده ماتش في ارضنا، ده مهم جدا في المجموعه، بس نظرا لظروف الماتش وسير الماتش نقدر نقول يعني كويس ان احنا تعادلنا 2-2. Premièrement, je dirais que c'est surtout très honnêtement. اللعيبه اللي طلعها مش لان ادائهم كان وحش، بالعكس هم كانوا موجودين كانوا احسن من ناس كتيره في الملعب، بس هي تغييرات تكتيكيه عشان كان عايز يهاجم اكتر، بس هو برده مش شايف ان التغيير هو اللي عمله هو اللي فرق. هو اللي فرق روح اللعيبه اللي اختلفت. الشوط الاول كنا وحشين جدا، روح الفرقه ما كانتش كويسه جدا، ما كانش فيه حماس كفايه، كنت حاسس اللعيبه يعني شبعانه شويه. الشوط الثاني كانت اللعيبه اقوى وبتلعب بحماس و يعني كان عندها اراده اكتر ان تحقق المكسب، خلقنا فرص كتيره جدا. كان المفروض طبعا حاجات من المفروض نحسنها، ان احنا كان المفروض نجيب الجوان اكتر من كده يعني نظرا للفرص اللي احنا حققناها. احنا قدرنا نجيب 4 كور في العرض تقريبا، دي كلها كانت فرص تقريبا محققه بس ضاعت. هو شايف ان هو اللي عمل الفرق النهارده هو اختلاف الروح والعزيمه والاصرار ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. برضو تحضير الماتش كان صعب جدا مع لعيبه جايه يعني استهلكت بدنيا وذهنيا في بطوله افريقيا مع المنتخب وجايه بتلعب معانا هنا النهارده، فيعني الماتش ما كانش سهل. وحاجه من الحاجات اللي محتاجين نحسنها دايما عندنا على طول ان احنا محتاجين نجيب اجوان اكتر من كده كمان، احنا بنوصل للجون كتير جدا بس بنضيع. Écoutez, quand je suis arrivé au club la saison passée, زي ما قال اللعيبه الشوط الثاني جت وحققت التعادل، بس يعني احكم على الفرقه بعد يعني احكم على الموضوع بعد ثلاث ماتشات، اول ثلاث جولات مش من اول جوله لسه. وشايف ان احنا نقدر يعني الفريق عنده امكانيات نقدر نحقق نتائج بره ارضنا كمان. بالنسبه للتعامل مع الاجهاد، هو ده يعني ده جزء من شغلنا. احنا من بكره هنخش في معسكر على طول لماتش سموحه، وبعده على طول هنسافر على انجولا عشان اللعيبه تبقى قدامه يقدر يشتغل معاهم على الاستشفاء كويس. دي حاجه مهمه جدا خصوصا في ضغط الماتشات وفرق الايام القليل بين الماتش والتاني. هو يعني شايف مبسوط جدا ان احنا عندنا ماتشات قويه بتلعبها زي ماتشات الشامبيونز ليج. النهارده بتلعب فرقه هي بطل الدوري بتاعها بفارق كبير، واخدين الدوري بكل سهوله، فطبعا بتشوف انت لما بتكونش بتلعب ب100% من قوتك وتركيزك ممكن تبقى في خطر وممكن تخسر اي ماتش عادي. فالماتشات كلها يعني مهمه جدا. الونش كان مصاب فتره كبيره من دوري ابطال افريقيا، فهو يعني ورجع تاني، فهو كان مريح فتره وبعد كده لعب اخر ماتشين، فما نقدرش نقول ان هو كان مجهد. ومحمود علاء كان بقاله شهر لعب فيهم 30 دقيقه بس في ماتش المغرب، فهو مش جاهز 100% وصعب جدا تبدا بيه ماتش دوري ابطال افريقيا مهم جدا بالنسبه لنا. وهو يعني شوف ان هو عنده بيقول ان هو عنده خبره كفايه ويعني محترف في شغلته عشان يكرر قرار زي ده. كمان برضو محمود يعني زي ما هو قال مش جاهز 100% ويعني صعب جدا يلعبوا على حساب لعيبه تانية جاهزه 100% وبتلعب ماتشات كتيره بقالها فتره. هو مشكلته النهارده كانت مش في التغييرات او في اسامي في الملعب، مشكلته كانت في روح الفريق اللي لقيناها الشوط الثاني شويه.